كان في أسباب بتدني أسعار الرمان عندنا في الأسواق، هي لعدة أسباب. نتيجة الهجمة الشرسة من الروس والنظام عندنا وقفت حركة الأسواق. السبب الثاني هو الهجمة اللي قامت فيها الاحتلال الإسرائيلي على أخواننا بغزة، اللي نحن بخندق واحد سوا الغينا مهرجان الرمان اللي بنقام عنا سنويا في دركوش. هذا من المهرجان كنا من خلاله نسوق بضاعتنا. هاي الشغلة افتكرتها جديد أنا كمزارع، هي عملية تعبئته بأكياس ودفنه بتراب وتعطيته بحشائش لمدة طويلة، ممكن تتجاوز شهر شهرين وبعدين طرحه بالأسواق حتى نقلل من الخسارة اللي نحن فيها. أحسن ما نبيعه رمان بأسعار بعناه دبس رمان.